عمرو دياب مضى مع سوني واغانيه رجعت على اليوتيوب، بس عايز كده اوريكم فيديو من سنتين. انا وجهه نظري الخطوه الجايه لعمرو فوت سوني ميوزك بقى حاجه، يعني فاهمين، يعني ينتج البومات كده، البومين ثلاثه. لازم تعمل تيك توك، لازم تعمل تيك توك من الاخر، مفيش هزار. يعني مساء الفل، النهارده هنتكلم عن تعاقد عمرو دياب مع شركه سوني، والفيديو اللي انا وريته لكم ده من سنتين. ده بيثبت حاجه الحمد لله، ان احنا يعني الناس اللي بتابعنا كمان، انتوا بتتابعوا، مش حد بيقول رايه كده وخلاص، لا بتتابعوا، يعني في رؤيه، في وجهه نظر، انت بتختلف بتتفق معاها ولكن بتتعمل في الاخر. يعني انا ليه حددت سوني؟ لان سوني يعني شركه عالميه وتستحق انه يعني الكولابوريشن ده يتم، والتوأمة دي تتم بينها وبين عمرو دياب. من سنتين يمكن كانت اقوى، دلوقتي مع مطربين على فكره كتير، تقريبا حماقي معاها برضو. ولكن في حاجه يا جماعه، في فرق بين توزيع الالبوم او توزيع اغاني عمرو دياب وانتاج اغاني عمرو دياب. وجهه نظري انه هتبقى توزيع اكتر، لان هم خدوا الاغاني القديمه واتحطت مكتوبه باسم سوني ونزلت على اليوتيوب، وده حاجه كويسه. ولكن واحنا بنتكلم كده افتكروا انه في اول البوم بشكل رسمي في الميدل ايست، انا بقول لكم انا عندي يعني معلومه، معمول بالاي اي، ده من كلماتي لكاب مان، دي ده كاركتر، ما فيش حد عمل كاركتر اي اي، انا عملته. والاغاني فيها اغاني مكتوبه من 2007 و2008، وعامل اشكال موسيقيه كتير، اتمنى تسمعوها، تلاقوها في اول كومنت تحت. اللي احنا بنتمناه من يعني كجمهور عمرو دياب من التعاقد ده بتاع سوني، انه يكون في تعاقد بجد، انه يكون في بقى كليب، انه يكون في اختلاف، مش مجرد شركه اتحطت مكان شركه. يعني انغامي كانت بتنتج وبتوزع، سوني ما اعرفش هتنتج ولا لا، بس لحد دلوقتي هو توزيع. اتمنى بشكل عام انه يكون في اختلاف، دايما بقولها، اتمنى انه اختلاف في الاغاني، في اللوك، يعني تحدي جديد، زي ما قلت لك تحدي جديد. موضوع التيك توك ده انا حاطه لانه بنسبه 80-90% عمرو بقى ليه تيك توك، ولكن ما اعرفش بقى هيشتغل ولا لا، بس يعني اللي انا شفته انه بقى في حاجه اوفيشال، بس يعني مش عارف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي. زي ما قلت تاني، اتمنى برضو انه يكون في خطه محكمه مع تيم عمرو، انه الناس تفكر اب تو ديت، مش موضوع ان انا عايز اعمل البوم يعني هي هي، يعني الدنيا كلها بتمشي في تطور، مش عايزين نفضل زي ما احنا، بس لان عمرو ملك التطور في الحته دي. فده اللي عندي، قولوا لي ايه رايكم في تعاقد عمرو دياب. مبسوط جدا طبعا بعوده الاغاني على اليوتيوب يا جماعه، يعني تاني والله مش شكرانيه في نفسي، بس بجد اللي متابعني احنا فشخولين يا جدعان، ما فيش حاجه اسمها انه تشيل اغانيك من على اليوتيوب في عز ما كان انغامي هو ماضي معاها، والناس كلها بتقول الله يا جماله، وشوفوا بقى واشترى دماغه بقى من ايه، من التحدي بتاع اليوتيوب، عشان اغاني المهرجانات بقى بتعدي، فهيقارنوا بقى عمرو دياب، هيتقارن في كل الاحوال باي حد. انت ما ينفعش ان انت تحجر وتقول ايه لا عمرو دياب ضد هيتقارن يا جماعه، هيتقارن عشان جيل جديد، وعشان ما يعرفش عمرو دياب، وعشان متخيل ان عمرو دياب غنى انت الحظ وبرج الحوت، اللي عنده 15 سنه مش فاهم انه ده تاريخ يعني، وتاريخ هو ما عصرهوش، هو بس سمع. فعمرو هيفضل يتقارن، فما تجيش تقول لي هطلع بقى من اليوتيوب وكله قاعد يقول لك ايه، في ناس يا جدعان، يا جماعه المجاملين كتير جدا، وبيطلعوا على الساحه بيعملوا فيديوهات وكل حاجه، خليك كده ستريت وعادي. الراجل متابعنا متابعنا، التيم متابعنا متابعنا، كل يعني عمرو بيتابع كل الناس بشكل، يعني بيتابع كل الناس على السوشيال ميديا، بيتابع السوشيال ميديا بشكل عام. فقول كلمه حق، خليك كده، مش كل حاجه لازم تلايط، انا مش هلايط. كانت خطوه مش حلوه، رجعت اهو تمام، قلنا من سنتين سوني اهو، سوني اهو، لما قلنا زمان اشتغل مع توما، اشتغل مع توما، يعني الفكره ان في رؤيه بس، ودي حاجه الحمد لله احنا بنختلف عن الاخرين بيها، بس مش مجرد سرد لاعمال واطلع اقول لك يا جمالها يا حلاوتها. قولوا لي ايه رايكم في تعاقد عمرو دياب مع سوني، وايه توقعاتكم للفتره الجايه. ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم فيديو جديد.
سلام.